I was completely paralyzed physically. انت اللي بتسويه عيب، هذا اسمه تطبيع. انت خليت على اوروبتك يا مدن، خاين الشعب المصري والشعب العربي، خليت على اوروبتك. الشعب المصري بريء منك ومن امثالك ومن موقفك. الشعب المصري التطبيع خياني، التطبيع خياني، التطبيع خياني، التطبيع خياني. اهلا بكم، انا رامي عزيز، باحث ومحلل سياسي مصري، وسجل هذا الفيديو لأعلم من خلاله تضامني الكامل مع الدكتور سعد الدين إبراهيم على إثر الاعتداء اللفظي الذي تعرض له اليوم في مركز موشي ديان بجامعة تل أبيب من قبل بعض الطلاب العرب الذين اتهموه بالخيانة والذين استنكروا وجوده في جامعة تل أبيب. وأقول لهؤلاء الطلاب العرب أنكم تستنكرون تواجد الدكتور سعد الدين إبراهيم في دولة تحمل دولته اللي هي جمهورية مصر العربية اتفاقية سلام وعلاقات دبلوماسية كاملة معهم، فما بالكم أنتم تفعلون في جامعة تل أبيب؟ لماذا تدرسون هناك؟ ألستم أنتم بالأحرى أن تكونوا خونة؟ لماذا لا تذهبوا إلى جامعات متواجدة في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أحد الجامعات المتواجدة في الدول العربية وتتركوا جامعة تل أبيب التي تحتل رقم واحد على مستوى جامعات الشرق الأوسط والتي تحتل صدارة متقدمة في جامعات في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم؟ أيها الطلاب عرب إسرائيل، كفاكم الكيل بمكيالين وكفاكم النفاق والرياء وأن تقذفوا الناس بالاتهامات وتنزعوا عنهم صفة الوطنية وتتهمونهم بالخيانة. هذا زمن ولا، لم تعد هذه الاتهامات ولم تعد هذه الشعارات لها مكان في أيامنا هذا. ومرة أخرى أود في نهاية هذا الفيديو أن أعلن تضامني الكامل مع الدكتور سعد الدين إبراهيم إثر ما تعرض له من قبل هؤلاء الطلاب الذي يمكن وصفهم بالمنافقين والكاذبين الذين يعيشون في إسرائيل ويتمتعوا بجنسيتها ويتمتعون بكل المزايا الموجودة فيها وفي نفس الوقت يناصبونها العداء. كفاكم أيها الطلاب العرب الكيل بمكيالين، وانظروا إلى ملايين الشباب العرب في الدول المجاورة لكم، وانظروا إلى مصيرهم، وانظروا إلى ما يحدث لهم، واحمدوا ربنا أن أنتم تتمتعون بما تتمتعون به في دولة إسرائيل. تحياتي لكم.